راجي فيصل ملعوبة داخل منطقة الجزاء لباداش بالرأس وسيدي بي الكرة لبوغاش وضعية هجومية بوغاش أمام باجي هيل الكرة ملعوبة محاولة ثانية من باجي رائعة الأولى والثانية والتسديد من زميتي الهدف الأول افتتاح باب التسجيل من زميت بكرة قوية جدا عائدة ومرتدة من الدفاع زميت كان ينتظر يفتتح باب التسجيل لفريق المولودية وتهتز مدرجات ملعب بالحداد بالقبة اليوم مطالب بمناصرة ومؤازرة المولودية إلى آخر لحظة باجي صاحب القدم اليسرى ملعوبة مرتدة بوغاش في مرة الدولية الأولى يا سلام يا الهدف الثاني ثاني الأهداف من باداش ثاني الأهداف لمولودية الجزائر من باداش في الدقيقة 19 أو 18 أو في الدقيقة 20 باداش اللاعب 19 بالضبط تهتز المدرجات من جديد كل شيء ممكن للمولودية اليوم هدفين هي منكم هدفين بكرتين ثابتتين هدفين بكرتين ثابتتين وشي هذا وراح يساعد المولودية نظرنا ها هي من بوغاش في المرة الأولى ارتباك في الدفاع وباداش في المتابعة أمام المرمى يسجل الهدف الثاني من مولودية الجزائر بحاجة إلى هدفين فريق مولودية الجزائر من أجل الصعود والتأهل على حساب غوانا يونايتد النيجيري ها هي منكم جديد مشكورة الفرقة التقنية رغم الصعوبات التي شاهدناها وعرفناها اليوم ولكن ها هو أمامكم العمل بوغاش المرة الأولى بحركة جميلة المتابعة من باداش في المرمى ثاني أهداف المولودية باجي على الجهة اليسرى باجي رايح يوزع توزيع باجي يا سلام سيدي بي الهدف الثالث لمولودية الجزائر سيدي بي يتمكن من ذلك يتمكن سيدي بي تهتز المدرجات وفرحة كبيرة لأنصار المولودية ولهلال عناصر المولودية ولكل أنصار المولودية لكل الجمهور الجزائري اليوم الهدف الثالث من سيدي بي كل شيء ممكن في كرة القدم سيدي بي كان منسيا فإذا به يخرج من تحت البساط في اللحظة المناسبة في الكرة المناسبة ويسجل الهدف الثالث للمولودية في الدقيقة 31 أو 32 من زمن الشوط الثاني سيدي بي في المرة الأولى وفي الثانية أمام المرمى يضع الكرة في الشباك كانت لقطة جماعية كانت بدأت من عند إيلول إيلول باجي باجي توزيعة هايلة في القائم الأول لقات في الفرحة في كل مكان فوق السطوح وفوق المدرجات وفي القلوب وفي البيوت اليوم في هذه المباراة الخاصة جدا لمولودية الجزائر أمام كوارا يريد أن يكون فريق المولودية يكون أو لا يكون شيء صعب على كل حال أمر صعب وضربات الجزاء أمرها صعب وعصيبة وصعبة ينفذ ويسجل يا أخو يا أخو أنت قلت شو يا روح على ليبيا كم المساعد الأول يسجل لاحظنا أربع ضربات مشاو كلهم على الجهة على جهة اليسرى على الحارس وامي بوغاش على الجهة اليمنى اليمنى نعم الآن بوغاش جاء دور بوغاش لمصلحة المولودية 6-5 أمامكم بوغاش في تنفيذ الضربة مصلحة المولودية بوغاش هو الآخر ينفذ باليسرى بوغاش ينفذ يضيع بوغاش ويتأهل فريق كوارا إلى الدور الثمن النهائي من كأس الكاف بضربات الترجيح كما شاهدنا 6-5 لمصلحة كوارا يونايتد النيجيريا على حساب فريق مولودية الجزائر بعدما ضيع بوغاش هذه الضربة